نحن مبلغين من الحكومة بكتاب رسمي أنه جاية 50 عائلة من الأردن وتم التنسيق. كيف التنسيق ما بعرف. أنا محافظ بلغت أني حضر لاستقبال 150 عائلة، وحضر باصات وحضر طعام وأكل وشرب حتى للأطفال، ولا نفرجيك طعام الأطفال. نحن بلغنا من الحكومة على تجهيز هذا التجهيز لإنهاء لاستقبال العوائل. العوائل حتى اللحظة ما أجوا. ما أجوا ليش؟ نحن ما بنعرف. يعني ما كنا نحن جايبينهم عشان ما يجوا هنا. فهذا الإجراء يعود.